للحديث عن أوضاع الكوادر التدريسية وقطاع التعليم عموما في العراق مع استمرار تظاهرات الطلبة والمحاضرين المجانين، معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، بداية مرحبا بك. يعني كيف تنظر إلى رمزية إغلاق المحاضرين المجانيين بوابة وزارة التعليم العالي؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالقناة والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. هذا هو تأكيد على عجز الحكومة في أن تلبي أبسط ما ينبغي عليها حيال المسيرة العلمية والعلم والمعرفة بشكل عام، ثم أن هذه المجاميع خرجت من أجل حق واضح سبق وأن خرجت من قبل أكثر من كذا سنة، وهناك وعود ولكن لا حلول لهذه الوعود ولا تطبيق لها. لذلك نعتقد أن الأمر سيمضي في هذا الاتجاه خلاف تنصل مقابل وعود وحاجات عائلية مجتمعية تتصاعد. ولكن ألا ينبغي أن تكون أوضاع الكوادر التدريسية في البلاد يعني جيدة نوعا ما؟ يعني ألا يحتاج قطاع التعليم إلى توطين الكوادر للحد من هجرة العقول الحاصلة؟ يعني عندما يشعر يعني المدرس أو المعلم أن حقه ضائع، لا تهيئ له البيئة المناسبة من أجل أن يخرج أو يخرج مخرجات تعليمية جيدة، وبالتالي يضطر إلى الهجرة إلى خارج العراق. هل ترى أن ذلك متعمدا من وجهة نظرك؟ نعم، هذا منهج معتمد منذ بداية الاحتلال 2003 لحد الآن. القطاعات العلمية هربت مضطرة واستبعدت قسرا، قرارات لا منطقية، تعديل الشهادة معادلات الشهادات وفق معايير غير منضبطة وغير منطقية وعلمية، كلها من أجل إنهاء حالة التعليم. وإنهاء حالة التعليم في أي بلد هو السبيل الأساسي لإنهاء وجود دولة ووجود مجتمع متعلم واعي. فالمعلم يخرج الأستاذ ويخرج المحامي ويخرج الطبيب إلى آخره. ذلك منهج المحتل ومنهج أعضاء المحتل بهذا الاتجاه. زد على ذلك أن زيادة معاناة التعليم ذاته من تدني المستوى المهني ومستوى المعرفي ومستوى الوسائل الإضاحية والمعتمدة وتبسيط الأمور أو سذاجة المعلومات التي تعطى للطالب، إضافة إلى ما النتيجة النهائية اللي يكون أمام خريج لا يفقه من التعليم شيئا ومن مهنيته شيئا. إذا هو منهجية كاملة من قبل الاحتلال ورموز الاحتلال بأن ينهون العملية العلمية في العراق سبيلا منهم إلى إنهاء الفكر المقبح للعراق كما هو معروف. ولكن هنا دكتور قحطان، يعني لسنا ببعيدين تماما عن الفواجع التي حصلت العام الماضي، يعني خصوصا المستشفيات والحرائق التي حصلت لها بسبب البنايات الكرفانية المصنوعة من الساندويتش بانل مثل ما يسمى. كيف تقوم الحكومة يعني باعتماد هذه الكرفانات من أجل تعليم الأطفال؟ أليس فيها خطورة؟ أكيد لها خطورة متعدد الأشكال، فهي لم تكن تحترق نتيجة لأي سبب كان، فهي أساسا بيئة غير ملائمة لإنتاج جو ممكن يساعد الطالب على أن يستوعب الحالة. فهي ومع ذلك أن هناك من المدارس الطينية أو المدارس التي تبنى بالقصب والبردي في المناطق العراقية الجنوبية، زد على ذلك وهذا وذاك أن الطالب لا يستلم المناهج المعتمدة، الكتب والقرطاسية كلها تذهب باتجاه كما قلنا قبل قليل هناك إرادة واضحة واعية باتجاه الشر باتجاه السيء بأن يوصل التعليم إلى هذا المستوى. إذن هذا يؤكد على أن الحكومة غير جادة بالمرة على أن تقوم بمهامها اللازمة تجاه العراق بشكل عام وتجاه التعليم بشكل خاص. إذن نحن أمام كارثة كبيرة هي أن يكون التعليم بهذا المستوى المتردي، البيئة العامة للتعليم بهذا المستوى المتردي، نتاج النهائي للتعليم متردي. إذن نحن في منزلق خطير بهذا الاتجاه الذي تصر الدولة على الحكومة على اعتماده والسير به. طيب دكتور، كما هو معلوم في كل الدول المتقدمة يعني يرصد الجزء الأعظم من الميزانية لقطاع التعليم كما تعلمون،
ولكن هنا يعني ترى أن المناهج التعليمية تتكرر كل عام أزمة طباعتها، المدارس الطينية في بلد نفطي، أمر غريب، يعني ميزانيات مليارية في العراق في هذا البلد الغني. هل ترى أن هناك ربما يعني جهات معينة لها مصلحة ومستفيدة من عملية التجهيل، عملية الحصار إن صح التعبير لقطاع التعليم؟ أستاذ العزيز، إذا انطلقنا من طبيعة التكوينات السياسية، الأحزاب السياسية، لوجدنا الجهة الأساس انتماء لهذه الجماعات الحزبية التي تخلق من حالة غير منطقية بترابط شكلي مزعوم أناني ما بين الدين الحنيف السامي وبين سلوكيات سياسية. وإذا ما ذهبنا إلى الدول الأخرى التي تحاول تدخل بشأن عراقي، تحتاج إلى حالة من اللاوعي لكي يمضي سلاحها وآلياتها في طريقها الذي مرسوم. إذن على مستوى التكوينات السياسية متحكمة بالشأن السياسي العراقي، وعلى مستوى الدول الخارجية تتحكم بشأن عراقي، كلاهما يسعى إلى أن يكون جهل وتسطح وتفطح ذهني فكري عند المجتمع حتى يسهل عملية اختراق العناصر أو المجتمع، يسهل عملية جذب السدة من الناس. أما لذلك يسعون إلى أن يكون الجهل سيد الموقف. أما إذا كان هناك وعي في بين هناك وعي بين المجتمع العراقي، لانتبه الشعب العراقي إلى حقيقة الأحزاب السياسية وحقيقة التدخلات الخارجية وغاياتها. إذا في تصورنا القوى السياسية المتحكمة بالعراق لا يمكن أن تحيا وتعيش إلا في وسط الجهل والتجاهل، لذلك هم يسعون إلى تشويه التعليم وإلى حتى يحقق حالة التجهيل العام. نحن نتحدث فقط عن طباعة مناهج، ونتحدث فقط عن بنايات مدرسية، ولكن هناك أمور كثيرة لم نتحدث عنها، منها التكنولوجيات العلمية، منها التقنيات الحديثة، كل هذه الأمور تعتبر ضمن الحصار المطبق على القطاع التعليمي في العراق. احنا عندما نتحدث عن كتاب صغير بسيط يطبع في مطابع أهلية في العراق يستصعب عملية الطبعة والتهيئة للطالب، فكيف نتحدث عن بورد الجديدة أو الحديثة التي تستخدم في المدارس؟ كيف نتحدث عن الحاسوب الذي يعتمد في المدارس؟ كيف نتحدث عن الوسائل الاستراحية والمختبرات في المدارس؟ إذا نحن نتحدث عن بيئة عراقية على مستوى التعليم. شكرا لك دكتور. عذرا دكتور، نشكرك ونعتذر منك لعدم بقاء الوقت الكافي. دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا.